يعد بيت مذكور هو أحد البيوت الكبرى بشارع التبانة بالدرب الأحمر، وهو الطريق الرئيسي الذي لا يقل أهمية عن شارع المعز، حيث كان يمر به السلاطين والأمراء في العصر المملوكي. المبنى الحالي من منشآت القرن التاسع عشر، وكان من منازل أحد كبار الأعيان في القاهرة. هو دخل أثاره طلع، ودخل وقفه طلع، ودخل طراز معماري مميز وطلع، دخل طراز معماري مميز، مش احنا اللي دخلناه، دي لجنة سداسية جت وقالت ده طراز معماري مميز. من بعد اللجنة دي حصل بقى اللي هم عملوا الحريقة بره في الجزء بتاعهم اللي كان قاعدين فيه الملاك المدعيين الملكية، فنزل ده ما بقاش فيه طراز معماري مميز. طلبنا بلجنة تيجي ان هي تيجي تشوف وتشوف الدنيا فيها ايه والخطورة، مفيش حد جه. خرج من لائحة البيوت التراثية عام 2011، وذلك تمهيدا لهدمه، وما زال يسكنه بعض المستأجرين وأغلبهم من كبار السن. قرارات الإخلاء اللي بتيجي قديمة وفيها لعب وشغلانة كده. انتوا دلوقتي عايزين تنقذوا البيت ده من ان هو ما يتهدش؟ ما يتهدش، احنا قلناها، وفي اكتر من جهة عندها استعداد للتعاون في ترميمه. المعهد الفرنسي عنده استعداد للترميم، يعني هما بيقولوا هنا ان الطراز المعماري خرج اللي هو كان الكام مشربيه اللي بره، ده طراز ولا مش طراز؟ التختابوش ده، اللسقف اللي موجوده المرسومه، الحيطان ديت، كل ده تاريخ، عايزين نحافظ على تاريخنا. ده بنهده وبتطلع عمارات قذره موجوده ليه؟ كلمة تحفة معمارية دي قليلة عليه. بيت جميل من ضمن البيوت الأثرية القديمة، مذكور في الكتب من 180 سنة، يعني لو قلنا بيت السناري وبيت زينب خاتون وبتاع ده يفوق الكلام ده. البيت كان ليه حديقة واتلغت، البلاط بتاع البيت دوت يعني من التحف مش موجود، ده كان موجود في قلعة صلاح الدين. لو قلت لك المشربيات اللي كانت على الواجهة واللي اتحرقت بفعل فاعل، بص الشبابيك اللي في الأرض متاخدة في نصها متباع، الشخشيخة اللي فوق صورها منشورة في جريدة الأهرام حديثا، لو شفتيها دلوقتي الفرجية اللي فيها اتسرق. في خريطة للبيت وحضرتك معاك الخريطة دي؟ معايا. محتفظ بيها من امتى؟ محتفظ بيها من أيام والدي الله يرحمه. والخريطة دي من سنة كام؟ 36. إنقاذ الآثار التاريخية للقاهرة القديمة هو واجب قومي، من المفترض أن تتضافر جهود الدولة للحفاظ عليها، ولكن وللأسف أحياناً المصالح الشخصية تعلو على المصلحة العامة. إيناس أنس، ممكن.